مساء الخير أعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامجنا حوار واستثمار مع الشواربي، مع حلقة جديدة من حلقات برنامجنا. هنتكلم عن كل ما هو جديد في الشارع الاقتصادي وكل ما يدور حول مصر الاقتصادية الحديثة والاستثمارية. في البداية هنتكلم عن زيارة سيادة الرئيس لدولة الإمارات، وهي كانت زيارة مختلفة عن كل الزيارات السابقة. دي الزيارة السابعة للرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات، وكان منتظر من الزيارة الكثير والكثير من الأعمال المشتركة والمستهدفة، وبالفعل الزيارة أتت بالكثير من الأهداف والأعمال المشتركة بين دولة مصر ودولة الإمارات الشقيقة. تم التنسيق بين مصر وبين الإمارات على تكوين منصة اقتصادية برأس مال في حدود 20 مليار دولار للعمل في المجالات المختلفة الاقتصادية والصناعية والتجارية. طبعا ده هيودي البلدين إلى خطى استثمارية جديدة. رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في التكامل والتكافل بين مصر وبين دولة الإمارات الشقيقة مبنية على صداقة حميمة بين الدولتين. كان واضع أسس هذه الصداقة والعلاقة الحميمة الشيخ زايد رحمة الله عليه، أنه أوصى دايما دولة الإمارات بتوطيد علاقتها بمصر، وأن دايما مصر تبقى في المقام الأول مع الإمارات في أي استثمارات أو في أي أعمال مشتركة. وبالفعل دولة الإمارات ما زالت مستمرة على نفس النهج. تكوين المنصة دي هيؤدي إلى جذب كثير من الاستثمارات للدولتين وإقامة أعمال جديدة، بالإضافة إلى أن تم التفاوض وتنسيق الأعمال على ما يدور في المنطقة العربية ووضع حدود للتدخل الأجنبي في المنطقة، بأن لما يتم تكاتف بين الدول المختلفة الغرب هيبقى شايف ان احنا كتلة واحدة. لما تبقى مصر والإمارات النهاردة بتخطط لوضع استراتيجي معين للمنطقة من الناحية العسكرية ومن الناحية الاقتصادية ومن الناحية الاستثمارية، اكيد هنبقى شكلنا قدام العالم في شكل قوة واتحاد خاص جدا بين دولتين بيجمعهم الكثير والكثير من الأعمال والاستثمارات. حجم الاستثمارات الأصلية اللي في مصر من دولة الإمارات بتبلغ تقريبا 7 مليار دولار حاليا بعد تأسيس المنصة الجديدة، هتوصل 20 مليار دولار، ودي طبعا خطوة جيدة جدا على طريق الاستثمارات المصرية. وهنشوف دايما مصر الجديدة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية مصر 2030 والانطلاق نحو العالمية، وان احنا دايما هنفضل احنا قلب وقالب العالم العربي. هنبتدي حلقتنا النهاردة مع ضيوفنا اللي مشرفينا. هيكون معانا النهاردة ياسر بيه عمر ودكتور علاء رزق. مساء الخير ياسر بيه. مساء النور. ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ ياسر بيه حضرتك طبعا وكيل لجنة الموازنة في مجلس النواب، ودكتور علاء رزق رئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي. أهلا بك. أهلا بحضرتك. إزاي حضرتك؟ عامل إيه؟ أهلا وسهلا. طيب في البداية يمكن يعني ممكن ناخد من الموضوع بس سياق مقدمة الحلقة، نتكلم حضرتك شايف رؤية الاستثمارات المصرية الإماراتية وتكوين الصندوق المشترك المنصة المشتركة الاقتصادية بمبلغ 20 مليار دولار، ده ممكن يودينا فين؟ أكيد في تغيرات دراماتيكية بتحصل في العالم كله من الناحية الاقتصادية دلوقتي. تمام. وطبعا دي بدأتها أمريكا بالحرب التجارية اللي بينها وبين الصين، وعرجت على آسيا، وبعد كده دخلت دلوقتي على الاتحاد الأوروبي، وبتغذي في بريطانيا أنها تطلع من البريكست. ده كله طبعا يعني له تأثيرات يعني صعبة عالميا على الاقتصاد كله. تمام. الاقتصاد العالمي داخل في حالة ركود، ومعدل النمو يعني ضعف خالص، وبالتالي كان لازم الدول المستقرة في المنطقة كان لازم تبدأ تشتغل بطريقة أخرى عشان تنمي استثماراتها. تمام. وده يعني مصر يعني تعتبر بادية في الكلام ده من سنة تقريبا. الإمارات طبعا يعني كقوة مالية في العالم كله
يعني بتتكامل مع مصر. مصر طبعا سوق كبير جدا طبعا. اي دولة تتمناه، وخاصة ان هي تقريبا شبه ان هي الدولة الوحيدة المستقرة في المنطقة بعد ثورات الربيع العربي اللي هي خلصت الموجة الاولى من 7 8 9 سنين وبدأت الموجة الثانية دلوقتي. فيعني ايه، فانت كدولة دولة جاذبة للاستثمار في هذه الظروف، وخاصة مع تحقيقك لمعدلات نمو يعني وصلت 5.6%. تمام. بس فطبعا يعني شيء طبيعي ده كان اللي يحصل بين مصر وبين الامارات. طيب وحضرتك شايف الموضوع ده برضو زي ما كنت نظرك يا دكتور؟ الحقيقه يمكن انا شايف الموضوع ده هو يعني تقارب طبيعي جدا، ممكن تقارب اعتقد انه ممكن يكون كمان تاخر يعني كتير جدا. الامارات العربيه الشقيقه يمكن دوله وان كانت حديثه نسبيا بالنسبه لكتير جدا من الدول العربيه، لكن الحقيقه الامارات حققت يمكن معجزه اقتصاديه نقدر نقول ان هي فعلا نموذج عربي عالمي بالفعل. قدرت ان هي تحقق معدلات تنمويه عاليه جدا، وقدرت ان هي فعلا تتحول من دوله يمكن ناميه متخلفه جدا الى دوله دلوقتي كل العالم دلوقتي بيشيد اليها. بالظبط. وممكن جبل علي طبعا كانت منطقه اعتقد ان سبق كتير جدا من دول العالم، منها حتى الصين كمان، ان هي قدرت ان هي تجعل من المناطق المطله على الخليج العربي مناطق لتصدير جذب وتصدير، وده نقطه تحول كبيره جدا. طب هنقول ايه التقارب بيننا وبينهم؟ التقارب ان احنا دلوقتي دخلنا في مشروع انا بعتبر مشروع القرن 21، وهو مشروع تنميه محور قناه السويس. لاول مره بنقول ضفتي القناه، الضفه الشرقيه والضفه الغربيه. طب ده معناه ايه؟ معناه ان احنا دلوقتي بنقول احنا بنتطلع ورسمنا خطتنا ان احنا ننشئ وندشن 40 صناعه كبيرة عالمية على ضفتي القناة. هذا لن يكون إلا من خلال بعض التجارب الناجحة بمساعدتها زي الإمارات العربية. فأعتقد أن هناك هيكون هناك نوع من التوافق، وده فعلا اللي بيؤكد المنصة الاستثمارية ب 20 مليار دولار. هتكون فعلا بداية توافق حقيقي بين مصر والإمارات، لا سيما أن كتير جدا من بعض اللي بطلق عليهم خبراء عالميين اكدوا ان اتجاه مصر نحو مشروع تنميه قناه السويس هيكون في غير صالح الامارات، لكن بالفعل كده بنؤكد. لا لو في تكتل هنكمل. ايوه بالظبط كده. ده انا اعتقد بقى هيكون نواه حقيقيه لتحقيق تكامل اقتصادي عربي نقدر نقول ان هو فعلا على ارض الواقع علامات نجاحه كبيره جدا بالمقارنه بدول زي دول اوروبا زي ما يعني ياسر بيه قال. تمام. برغم انها متباعده كتير جدا، ما فيش حتى عوامل تحقيق اتحاد اوروبي حقيقي، لكن نجحت انها تعمل اتحاد اوروبي وتعاقد اقتصادي بالفعل. كل الامكانيات عندنا، اعتقد ان التقارب المصري الاماراتي هيكون فعلا في صالح تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود والغائب عندنا منذ فتره طويله جدا، بفعل طبعا عوامل اعتقد ياسر بيمكن اشار ليها في البدايه. طبعا التغلغل الامريكي وكثير جدا من القوى الاقتصاديه العالميه لا تريد ابدا لهذه الدول العربيه ان هي تحقق تكامل، لان ده هيكون على حساب تحقيق معدلات تنمويه لبلادها. فاعتقد ان هذا التقارب هيكون في صالح ان شاء الله دولة الامارات. حضرتك شايف احنا على الساحه دلوقتي في عندنا ظاهره بقى لها تقريبا 3 شهور ان الدوله ابتدت تفعل نتائج الاصلاح الاقتصادي اللي ابتديناه من فتره زمنيه، وبالفعل كانت اول المظاهر هو تخفيض سعر الفايده في البنوك، وتم الخطوه الثانيه وهي تخفيض سعر الفايده في الاسبوع الماضي للمره الثانيه. هل حضرتك شايف ان تواكب تخفيض سعر الفايده مع تاسيس الصندوق السيادي وبدايه طرحه في 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 السوق لا تؤدي الى ان جذب استثمارات؟ بص حضرتك، هو طبعا يعني في تناغم بين السياستين النقدية والمالية حاليا في مصر. انت بدأت تمام. الاصلاح الاقتصادي وبدأت التعويم معاه نتج عنه تضخم كبير جدا، ما كانش ليه حل هذا التضخم غير ان انت ترفع تمام. الفوائد. الفوائد اترفعت كانت تكون يعني قربت على 20%. لما بدأ يؤتي الثمار الاصلاح بدأت تبان، وبدأت يعني التضخم معدلاته تقل. البنك المركزي احنا عندنا ده مستقل، وبالتالي سياسته مستقلة، وده النجاح اللي حصل
معانا الفترة اللي فاتت دي بدأ البنك المركزي يخفض من الفوائد تدريجيا لغاية آخر تخفيض اللي هو حصل الأسبوع اللي فات. طبعا التخفيض كله في صالح أي مستثمر شغال في مصر. تمام. يعني وده كنا بنطالب بيه يعني من أكتر من 19 شهور، والحمد لله يعني إيه التخفيض لغاية دلوقتي ماشي في الاتجاه إيه السليم اللي مطلوب، الاتجاه المطلوب والاتجاه اللي هو ينشط السوق ويشغل السوق. تمام. بس ففي هذا التوقيت يعني التخفيضات دي في صالح المستثمر المصري اللي شغال جوه مصر، وفي صالح المستثمر الاجنبي اللي هيجي يشتغل في مصر. اللي هيجي يشتغل في مصر طبعا، لان هي ايه التمويل بتاعه هيبقى بايه بارقام ايه قليله بالظبط، فالتكلفه بتاعته تقل. تمام. ولسه في تخفيضات غالبا هتحصل تاني ان شاء الله. حضرتك عندك توقعات طبعا في تخفيضات ان شاء الله هتحصل تاني قبل اخر السنه؟ ان شاء الله. مرة ولا مرتين؟ لا مرة، يعني هو تخفيض تدريجي، ما ينفعش ما ينفعش يعني يعني ممكن يعمل مرة ويرجع تاني يعمل مرة؟ لا لا، يعني هو حتى لغاية آخر السنة لو مرة يبقى كويس قوي. من واحد لواحد ونص برضه. يعني خد بالك، هو آخر مرة دي كانت واحد اللي هي الأسبوع ده كانت واحد. واحد. اللي قبليها كان واحد ونص. أعتقد هي ممكن كده توصل إلى 10% تقريباً. طول ما معدل التضخم بيقل لازم ينزل تقلب. بالفايدة. تقدر تقلب. لأن يعني هي الفايدة المفروض تتراوح بين معدل التضخم زائد او ناقص 3%، فهي دي الفايده المظبوطه 100%. بس في ظاهره غريبه، معلش بقى، يعني ايه يعني وانجاز السؤال، لان ناس كتير جدا بتستفسر عنه، ازاي سعر الفايده بيقل والدولار بيقل؟ لا، الدولار بيقل لان هناك تدفقات نقديه دولاريه يعني كتيره داخله على مصر، واخد بالك؟ لا انت بدل ما تقول دي، قول يعني اول مره مصر تطلب سندات دولاريه لمده 40 سنه ويتم تغطيتها تقريبا 7 أضعاف اكتر ما هم اكتر ما احنا عايزين، وبالتالي حتى الفايده بتاعتها قلت. يعني احنا قبل كده والفايده نتيجه الاقبال عليها، السندات اللي بنعملها سنتين 3 7 كان اقصى 10، يعني ما فيش اكتر من كده. لا احنا في المره دي لاول مره في سندات لمده 40 سنه. ودي معناها ايه؟ معناها ان العالم بيبص ان مصر المستقبل بتاعها واعد، ان انت مستقر. ايوه، هو شايفك مستقر. هو مش هيديك 40 سنه ابدا غير لو كان شايفك ان انت مستقر. بقت هي الرؤيه بالنسبه له كده بالظبط كده، دي يعني علامه واضحه يعني. طيب حضرتك يا دكتور شايف موضوع الجذب الاستثمارات والتكافل بيننا وبين افريقيا في الفتره الاخيره، مع تخفيض سعر الفايده، مع تخفيض سعر الدولار، مع توطيد العلاقات المصريه الافريقيه، حضرتك شايف ده يؤدي لجذب استثمارات اكتر تيجي من افريقيا، ولا التارجت اللي احنا ماشيين عليه ان احنا نروح، احنا اللي نروح افريقيا يعني؟ والله بص، هو يعني الاتجاه يبقى فيه نوع من التبادل، يعني اسهم متبادله الحقيقه. تمام. لان طبعا احنا يمكن اتكلمنا واتكلمت في كتير جدا، ان مفترض ان البنوك العامله في مصر يمكن حوالي 37 بنك تفتح فروع في المفروض السوق المحلي ما تكونش حصاله، لا يجب انها تكون حصاله، البنك لم ينشا ابدا ان هو يكون حصاله، لا المفروض ان هو يعيد استثمار الاموال المتدفقه اليه. كانت الفتره الناتجه بعد تعويم الجنيه المصري الحقيقه يمكن كان هناك ارتفاع كبير جدا في معدلات التضخم، وكان قبلها كان هناك مبادرة من السيد الرئيس بتخصيص 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وبالتالي كان في نوع من الحقيقة يمكن هو جاء الأمر، أعتقد أنه هو جاء في متغير كده مع بعض الاثنين مع بعض، أن ده أدى إلى حد ما إحجام بعض الشباب أنه هو يدخل في المشروعات الصغيرة المتوسطة، لان طبعا كانت معدلات الفايده عاليه، وبالتالي كانت في المرحله الاولى لما خفضوا سعر الفايده. ما انا بقول لحضرتك ماشي بالتدريج دلوقتي ازاي. وبالتالي توجهات مصر لما كانت انشاء مشروعات صغيره ومتوسطه صغر عشان تقدر ان هي تغازل السوق الافريقي الكبير اللي اكثر من مليار نسمه، عندنا حوالي 56 دوله في القاره الافريقيه محتاجين يبقى فيه نوع من الاواصر الارتباط من خلال تبادل السلع والخدمات في طريق بري بين القاهره وكيب تاون، بيمر ب 15 دوله باكثر من 10,000 كيلومتر، ده يمثل نقله كبيره جدا للاقتصاد المصري، العلاقات التجاريه الاقتصاديه طبعا الاقتصاد المصري بالكامل،
خاصة كمان ان كان هناك نوع من الترابط الكبير جدا الفترة الماضية من خلال احداث نوع من الاندماج بين التكتلات الاقتصادية الكبيرة اللي هم 8 تكتلات اقتصادية في القارة الافريقية. فده الحقيقة كانت مؤشرات كبيرة جدا ان هناك توجه مصري كبير جدا نحو ان مصر ما تكونش هي المعبر للكيانات الاقتصادية الكبيرة العالمية ان هي تعبر للقارة الافريقية من خلال مصر. خاصة بعد طبعا عملية دخول مصر في المشروع الكبير مشروع تنمية محور قناة السويس، فكله شاف ان مصر ممكن تكون هي نقطة الانطلاق او منصة الانطلاق للقارة الافريقية. تمام. فعشان كده كانت هناك مبادرة من مصر ان هي تبادر بقى هي ان هي تبدأ في الدخول للقارة الافريقية من خلال منتجات. فكان طبعا احنا الحمد لله يمكن ده رابع تخفيض خلال السنة دياتي، رابع تخفيض في سعر الفايدة، وده طبعا مؤشر مؤشرات اللي يجب ان احنا فعلا نشيد بالسياسه الكبيره جدا اللي انتهجها المركزي ممثلا في السياسه النقديه. وزي ما قال استاذ زياد الحقيقه يمكن لاول مره نشوف نوع من التناغم الكبير جدا بين السياسه الماليه والسياسه النقديه. طول عمرنا بنشوف هناك نوع من التباعد الشديد جدا، وده ما كانش في صالح الاقتصاد المصري. لكن كده احنا دي خطواتنا للاصلاح، نوع من التناغم ده اعتقد انه مثل نقله كبيره جدا، خاصه كمان وبالارقام ان احنا لما نخفض 1% بس، يعني احنا يمكن نزلنا من 16.2 ثم 16.2 كان حوالي 15.75 إدارة نزل كذا مرة، وكان 16.75 إقراض، ثم نزل بعد كده لغاية 12.25%. انت مجرد ان احنا ننزل 1% بس ده بيمثل نقص في العجز بما لا يقل عن 40 ل 45 مليار، 1% فقط. فانت بتتكلم حوالي 3% او 3.5%، فانت بتتكلم في مبلغ يدخل في حوالي 200 مليار تقريبا او 150 ل 200 مليار. تمام. فدي نقطه اعتقد ان هي بتمثل نجاح كبير جدا للسياسه الماليه، كان اللي بيقودها السياسه النقديه. فده نوع من التنسيق، ده التناغم اللي كان بيقول عليه الدكتور. فده هيؤدي الى بقى، ده يؤدي لحاجه مهمه جدا، هيؤدي الى تدفق استثماري او زياده حجم الاستثمارات الحكوميه عشان تقدر ان هي اولا تستكمل المشروعات الكبيره بتاعتها، وتقدر ان هي تتجه نحو انشاء وتدشين مشروعات للشباب، يقدر هؤلاء الشباب ان هم يزودوا من الطاقه الانتاجيه ليكون قادره على التصدير. احنا مش هنصدر لاوروبا ولا اسيا ولا امريكا، لكن هو التوجه الحقيقي نحو مغازله السوق الافريقي الكبير جدا اللي احنا اولى بيه، وبالتالي لن يكون الا من خلال منتجات نقدر اللي احنا فعلا نقول ان هي فعلا صنع في مصر. خاصة كمان وده مهم جدا ان انا بوفر 40% من سعر المنتج المثيل بالنسبة لدولة زي الصين. تمام. في بقى ان تكلفة النقل بتمثل 40% من تكلفة المنتج، وبالتالي انا عندي ميزة كبيرة جدا ان انا اقدر ان انا استغل هذا السعر او التخفيض ال 40% في النقل كتكلفة، واقدر ان انا اوجه للتوجهات للسلع. عندي كمان انخفاض تكلفة الائتمان والاقتراض نتيجة طبعا انخفاض سعر الفايدة، هتؤدي فعلا الى زيادة ربحية المشروعات خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نقدر اللي احنا فعلا يبقى في عندنا تنافسية كبيرة جدا مع المنتجات الاخرى. تمام. عشان نقدر ندخل السوق الافريقي. اوكي تمام. ياسر بي، عايزين نتكلم في نقطة مهمة حاليا. عايزين اولا نطلع بس السادة المشاهدين على احدث تطورات القوانين اللي بتناقشوها حاليا في اللجنة الموازنة. ما هو على الساحة واللي بالفعل خلاص بيتفعل؟ هو كان في حاجة خاصة اعتقد بالجمارك. الجمارك احنا اللي شغالين فيه حاليا القانون بتاع الجمارك. تمام. طبعا قانون الجمارك ده من القوانين المهمة جدا، واللي بقاله اكتر من تقريبا 60 سنة ما تغيرش. ومحتاجينه ليه؟ لان احنا ترتيبنا في اجراءات الافراج عن البضائع يعني في ذيل القائمه. احنا ترتيبنا تقريبا حاليا 171 على مستوى العالم في الافراج الجمركي، افراج جمرك عن البضاعه. طبعا يعني الهدف من القانون ده ان احنا الترتيب بتاعنا يعلى خالص، نتقارب بحيث على الاقل مثلا نبقى مثلا نوصل في الحاجه 40 يعني كده، لان طبعا 171 ده حاجه سيئه جدا، ومعناها ان البضائع اللي بتدخل مصر هنا بتاخد فترات كبيره وبتكلف المستورد مبالغ كبيره. بس يعني ده احد اهداف القانون. احنا طبعا شغالين فيه بقالنا تقريبا اكتر من شهر، واعتقد ان احنا معانا اكتر من شهر ونص تاني فيه لسه. لان احنا يا دوبك اللي خلصناهم سدس القانون.
تمام. ولسه الخمس سيزلس لسه شغالين دي 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 كهيكله لطريقه اداره المنظومه بالظبط، مش للجمارك، مش لقيمه الجمارك. لا ما لهاش دعوه بقيمه الجمارك خالص، قيمه الجمارك زي ما هي موجوده، لكن دي 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 اصلاح اداري، الاداره اصلاح اداري بالظبط كده. دي الخطه اللي شغاله فيها دكتور هاله السعيد في الوزاره تتكاتف معاها يعني. بس دي حضرتك دي بتخص الجمارك، ده شغل ايه يعني اساسا كله بتاع الماليه والتخطيط. تمام. احنا معانا بس مداخله كده ناخدها فاحنا سوا. الدكتور فرج، مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا، ازاي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله. كنا حضرتك بنشوف رؤيه الاستثمارات وجذبها في ظل تخفيض سعر الفايده اللي حصل في الفتره الاخيره. بالتاكيد هيكون اثر ايجابي على جذب هذه الاستثمارات. بالفعل بالتأكيد هيكون اثر ايجابي على جذب هذه الاستثمارات، على جذب الاستثمارات نتيجه تخفيض سعر الفايده. نعم. طيب وحضرتك شايف الموضوع الثاني اللي كنا بنناقشه برضه بخصوص الـ 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 المنصه الاستثماريه اللي هيتم تاسيسها بين مصر والامارات بمبلغ 20 مليار دولار، طبعا بحكم حضرتك استاذ اقتصاد فاكيد هيبقى لك رؤيه معانا توضح رؤية مختلفة عن رؤية الاقتصاديين العاديين يعني. لا العفو، لكن أنا عايز أقول إن هذه الخطوات هي خطوات إيجابية سوف يستفيد بها المصريين، وليس المصريين فقط ولكن المصريين وأشقائهم والإماراتيين العرب. تمام. وبالتأكيد هذه خطوات إيجابية. من الناحية العملية على أرض الواقع تعتبر ليها نتائج إيجابية. خطوات إيجابية نعم. طيب ناخد منك تعليق اخير بخصوص الصندوق السيادي. نعم. يعني تفعيل للصندوق السيادي هيؤدي الى اهتمام الكثير من المصريين بالمشاركه في هذا الصندوق؟ بالتاكيد بالتاكيد. حضرتك شايف ان هو رؤيه جاذبه للاستثمارات المصريه حتى في الداخل؟ بالتاكيد يا فندم بالتاكيد. تمام تمام. تقدم لك بخالص الشكر يا دكتور. لا تحت امرك. شكرا ميرسي. ارجع لحضرتك بقى بالصندوق السيادي قدام جبنا سيرته يعني. الصندوق السيادي تاسيسه وبدايه طرحه على المصريين حضرتك شايف ان دي يعني حاجه تؤدي الى المزيد من الاستثمارات المصريه انها تتشجع انها تدخل في حاجه بتاع بتاعتها يعني زي زي ما عملنا مثلا مشروع خليج السويس. لما تم الطرح المصريين تشجعوا وبالفعل شاركوا فيه. لا. هل الصندوق هياخد نفس الوقت؟ الصندوق السيادي ده الهدف منه يعني عارف حضرتك حسن إدارة ما يمتلكه المصريون ليستفيد به الأجيال القادمة من المصريين، وذلك في ظل أمور شفافية وحوكمة عالمية يعني بتبقى يعني بترفعك لإيه؟ لمستوى العامل العالمية. انت طالما في الشغل بتاعك شفاف وكل حاجة معلنة واضح كله واخد بالك وفيها حوكمة، فدو يعني المصريين مش هيدخلوا فيه. ده هو بيشتغل لحساب المصريين يعني، هو اللي يملكوه المصريين ومش مستغلينه اقتصاديا صح بيدار بطريقة جديدة بفكر اقتصادي عالمي وحديث بحيث انه يوصل لأقصى استفادة وفي نفس الوقت بيحافظ على حقوق الاجيال القادمه. بس هو بالفعل هيتم طرحه في البورصه. لا مش هو مش الصندوق اللي هيطرح في البورصه. الصناديق. لا لا بص حضرتك الصندوق ده هو يعني ايه في صناديق من بره هتدخل معاه تشتغل معاه، في هو هينشا من قلبه صناديق اخرى واخد بال حضرتك بشركات اخرى لاحسان اداره الاصول اللي تملكها مصر. طب وده يتوازى مع طرح شركات القطاع العام في البورصه او قطاع الاعمال بعد التطوير؟ اي حاجه تطرح في البورصه سواء قطاع اعمال سواء شركات تبع الجيش سواء الكلام ده كله، ده بيقول ايه؟ ان احنا شفافين بنعلن القوائم بتاعه الشركات دي بشفافيه كامله، قوائم الماليه بحوكمه واخد بالك عاليه، فبتطمن الناس انها ايه تدخل بقى تشتري فيها في البورصه. ما انت لو اي شركه القوائم الماليه بتاعتها ما فيهاش شفافيه ومش واضحه محدش هيروح ناحيتها. طبعا واخد بالك، فهي القصه ايه؟ إن بيقول احنا كدوله متجهين اتجاه شفافيه في كل حاجه وحوكمه واعلان لجميع ايه؟ قوائم بتاعتنا بتاعت جميع الشركات بتاعتنا اللي هتبقى موجوده في البورصه يعني. لان الشركه اللي مش منطبق عليها الشروط بتاعت البورصه مش هتدخل البورصه من اساسه. مش هتدخل. طبعا. تمام. يعني حضرتك النهارده يعني برضو في رؤيه للكثير من المصريين
بخصوص طرح بعض شركات طاقة مسلحة في البورصة. ايوه امر بيناقش حاليا. ايوه هو ده طبعا حاجة مطمئنة. معنى طرحها في البورصة ايه؟ الباحث انها هتبقى الشركات بتاعة القوات المسلحة دي ما فيهاش حاجة مخفية، كله هيبقى ايه؟ واضح واضح وعلني. وانا كمواطن لما هدخل استثمر في هذه البورصة مش هدخل غير وانا مطمئن ان هذه الشركة شركة الملاءة المالية بتاعتها واخد بالك بتحقق ايه؟ ارباح كويسة. تمام. هيدخل باطمئنان مش هيبقى خايف. يعني دي حاجة في هذا التوقيت كويسة جدا جدا. ليه؟ في ظل انخفاض معدلات النمو العالمية وفي ظل ان انت معدلاتك النمو بتاعتك في مصر تكاد تكون ضعف المعدلات العالمية، فانت منطقة جاذبة للاستثمارات على مستوى العالم. رغم ان انت محمل بسعر فايدة عالي كجهاز كبنك مركزي بيطلع فايدة عالية. لا يعني خد بالك ما هي مش هتبقى كده يعني خد بالك يعني مثلا دول الخليج طبعا غالبية يعني اللي استثماراتها كانت في البترول، طبعا أسعار البترول في الوقت الحالي في حالة الركود بتبقى منخفضة فلازم كانوا يفكروا انهم يستثمروا أموالهم بطريقة أخرى. المنصة الاستثمارية بين مصر والإمارات هي دي أحد الطرق اللي الإمارات بتزود بها الدخول بتاعتها ومعدل النمو بتاعها. احنا حاليا معدل النمو بتاعنا في مصر على فكره اعلى من الامارات، لان الامارات حققت معدلات نمو عاليه جدا. فانت عارف انت بتفضل تحقق معدلات نمو وبتيجي في فتره المعدل النمو بتاعك خلاص بيثبت او بيبقى ايه بيبدا ينخفض. فانت معدل نموك النهارده في مصر اعلى معدل نمو في الامارات. فاهم قصدي حضرتك. طب هل النهارده يعني تظبيط منظومه زي الـ 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 البورصه دي وطرح شركات جديده فيها مملوكه للدوله او لقوات مسلحه تؤدي الى اختلاف في توجه رؤيه المصريين للاستثمار؟ يعني ممكن في ناس مصريين مثلا يقول لك لا انا احط فلوسي في البنك وما بستثمرش بره البنوك، يعني خلي فلوس محطوطه جوه والفايده ثابته وخلاص. هل النهارده طرح شركات زي دي يؤدي الى اختلاف توجيه الاستثمارات؟ طبعا. يعني ممكن يقول لك لا انا اطمن ولا الشركات بتاعت الجيش احط فلوس اولا في ظل انخفاض الفوائد في البنوك، فدايما المدخر بيبحث عن اللي بيجيب له عائد اكثر. تمام. في حالة وجود شركات قوية في البورصة هتلاقي المستثمر على طول رايح ناحية البورصة. دلوقتي انت البورصة. اول ما بيحصل تخفيض في الفوائد بتلاقي البورصة اشتغلت اكتر طلعت على طول. وبعد كده ده اتجاه يعني ايه الدول اللي بتفكر صح. هديك النهاردة شايف السعودية اكبر طرح هيحصل في العالم كله بتاع ارامكو. واخد بالك. فهو ده اتجاه عالمي. ليه؟ ده نوع واخد بالك بجذب الاستثمارات. هو ياخد بالك لما بيعمل هذا الطرح بيجذب استثمارات من بره، فلوس بتخرج جوه البلد. تمام. فهمت اظهر. طيب دكتور علاء، حضرتك شايف يعني من توقعاتك النهارده لما يتم خفض سعر الفايده تخفيض سعر الفايده ده بيؤدي الى اختلاف في توجه الاستثمارات زي ما بنقول مع ياسر بيه. طب حضرتك شايف ايه القطاعات اللي في مصر ممكن تبقى جاذبه للاستثمار؟ يعني النهارده الناس مش هتستثمر في البنوك، مش هتحط فلوسها وتسيبها مركونه، لان الفايده كل مدى بتنخفض فالموضوع ما بقاش متميز. والدوله يمكن في وقت كانت رافعه سعر الفوائد عشان تخلي الناس تحط فلوس في البنوك. تمام. عشان يبطلوا يضربوا في العمله وفي الدولار. لا عشان يبطلوا يشتروا ويحصل تضخم اكتر. فانت بتسحب الفلوس خليها بقى من السوق ندخلها البنك. بالظبط. خليها بقى في البنك نديك فايده عاليه وما تقعدش تعمل بيها اعمال تبوظ الاقتصاد، يعني ما بيبقوش هم بيبنوا في ناحيه وانت عمال تبوظهم. تمام. حضرتك شايف ايه اكتر الاماكن او الـ 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 التخصصات اللي هتبقى جاذبه للاستثمار في الفتره القادمه دي؟ يعني ممكن الناس مثلا هتروح استثمار عقاري، هتشتري اراضي، هتستثمر مثلا في البورصه، في شركات القوات المسلحه لو تم طرحها. هنبقى فين؟ هو بصراحه الموضوع يعني مترابط، يعني في موضوعات وفي قرارات تم اتخاذها. طبعا زي ما اتكلمت في البدايه على المنصه الاستثماريه بين مصر والامارات. طب هدف المنصه ايه؟ هدف المنصه ان احنا يبقى في نوع من التنوع في المجالات اللي ممكن مصر تخشها. تمام. في مجال الصناعات مثلا، في مجال السياحه، في مجال الخدمات، في مجال حاجات كتير جدا. فدي تبقى في تنوع وتوغل في هذه القطاعات. طب هذه القطاعات محتاجه بقى في مشروعات اصغر منها عشان تقدر تخدم عليها.
فهو ده اللي هيتم توجه كتلة كبيرة من السكان أو كتلة من المودعين اللي كانوا بيحطوا فلوسهم في البنوك، هيتجهوا الآن نحو أن هم يبدأوا بقى يبقى فيه نوع من المخاطرة الحقيقية، دراع نقاط مختلفة، فيسحبوا فلوسهم عشان يقدروا أن هم يتجهوا نحو تغذيتها أو وضعها في مشروعات استثمارية تقدر أنها تحقق لهم العائد اللي كانوا بيحققوه أو بياخدوه من البنوك في حالة أن ما كان سعر الفايدة عالي، او كمان ان هم يقدروا من خلال عمليه بقى اداره حقيقيه ان هم يحافظوا على العائد اللي كانوا بياخدوه بالاضافه الى عائد التنظيم كمان اللي هم بيسعوا ليه. فدي نقطه اعتقد ان هي ممكن كتير جدا انا بس في حته مهمه جدا عشان ما انساهاش بس عشان في بقى صغار المودعين مش هيقدروا ان هم يتجهوا نحو الدخول في مشروعات، مش كل الناس هتخش في مشروعات. طب دول هيعملوا ايه خاصه كمان ان هناك اتجاه نحو تخفيض سعر الفايده وانا اتوقعه كمان في الفتره اللي جايه، وبالتالي لما واحد مثلا طلع معاش مبكر، طب هل دول ممكن يجدوا ضالتهم في الصناديق مثلا؟ ما انا اقول لحضرتك بس الحته دي مهمه عشان مطرح اختصرها بسرعه جديده. يعني فده هيؤدي بقى ان هو ممكن يتجه نحو شركات توظيف اموال ونعيد تاني القاره من اول وجديد بالظبط، فلا بد ان يكون هناك نوع من الحمايه لهؤلاء بحيث ان هم ما ندخلهم. طب هل وجود الصناديق الاستثماريه ممكن يبقى بالنسبه لهم دوره اعاده لتدوير فلوسهم ممكن بس محتاجه وعي يعني؟ بقى هنا محتاجه وعي، محتاجه ان هم فعلا يفهموا يعني ايه الصناديق الاستثماريه، ومحتاجه يعني ايه يعرفوا ان هناك نوع من المخاطره ممكن ان هم يتحملوها في سبيل ان هي تحقق لهم عائد يقدروا ان هم فعلا يحققوا طموحاتهم، خاصه ان هم عايشين على هذا العائد. يعني في ناس عايشه كل شهر مثلا ان هي على العائد ده بيكفيهم ويكفي اسرهم، وبالتالي لما جال ان انت تقدر تخبط فيه. عشان كده ممكن يكون هناك اقتراح في ان شاء الله ان يبقى في نوع من التخفيض ولكن لغايه مثلا 1,000,000 جنيه اللي هم الصغار المودعين، ما يبقاش فيه نوع من التخفيض على اساس ان انا احافظه مثلا اللي ممكن ياخد له 10,000 جنيه على حيز امان 10,000 جنيه مثلا بيحصل 10,000 جنيه كل شهر يقدر ان هو يقدر يصرف عليه. فده نقطه اعتقد ان هي ممكن تكون جديره فعلا بالدراسه ان احنا نقدر نعمل زي في الضرايب بنعمل اسعار شرائح تصاعديه، ففي بتبقى فئه معفاه، فهي دي الفئه اللي انا برضو عايز ان انا احطها من لصغار المودعين يبقوا هم معفيين من التخفيض بحيث ان انا احافظ على ان هم يعيشوا الحياه الكريمه بالشكل اللي يبعدهم كل البعد عن شركات توظيف الاموال اللي احنا علينا منها او الدخول في دائره نصب. طبعا احنا معانا مداخله بس من الدكتور صلاح فهمي استاذ اقتصاد بالجامعه الامريكيه. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا. ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ اهلا وسهلا يا فندم. كنا بنتكلم في الحلقه بتاعتنا النهارده عن تاثير تخفيض سعر الفايدة على التوجهات الاستثمارية. حضرتك تتوقع في البداية تتوقع تخفيض تاني في الفترة القادمة؟ طبعا هو في يعني اعتقد الزميل الضيف حضرتك تكلم عن هذا ان في علاقة بين اسعار الفايدة ومعدلات التضخم. مش عاوز اخوض في الشرح يعني العلاقة، الان التضخم عمال يقل يبقى نتوقع في الفترات القادمه ان كان سياده النائب ياسر بيقول معدلات الفائده، كان سياده النائب ياسر بيقول نفس الـ 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 الراي ده. ايوه انا بقول لحضرتك ده المتوقع، والبنك المركزي اعلن ذلك صراحه لان الدوله بتستهدف التضخم ومن ثم الفترات القادمه تشهد انخفاضا في الاسعار، اذا لابد معدلات الفائده تقل هي كمان. تمام. طب حضرتك شايف ايه اكتر المجالات اللي ممكن بقى يعني النهارده فائده البنوك بتقل، فاكيد المواطن او المستثمر اللي بيودع فلوسه في البنوك اكيد هيبقى محتاج اماكن تانية يوجد فيها ضالته، وهل هينزل السوق ولا هيروح البورصه؟ مفيش مستثمر محتاج يعني بيحط فلوس في البنوك ومستني العائد دوت، لا دول صغار المدخرين اللي هم لا يملكون رؤيه او الخطره عندهم. احنا بنتكلم عن دول بقى ممكن يروحوا فين؟ دول مش مستثمرين، دول مدخرين بيحطوا فلوسه اللي هي الزائده عنده في الـ الـ البنوك علشان ياخد الفائده او العائد يحطها على المعاش بتاعه ويقدر يحاول يواجه نفقات المعيشه. هيبدا الراجل ده يبدا يسحب لان العائد بتاعه بدا يقل، هيبدا يسحب المدخرات دي ويبدا يتوجه الى احد القنوات الاخرى، ممكن يروح البورصه على فكره. ما احنا بنسال بقى على يعني كده، يعني حضرتك شايف ان البورصه ممكن تبقى جاذبه في الحاله دي للاستثمار؟ بس هو مش هيعرف، ما يعرفش البورصه، هو يروح للبنك نفسه عنده صناديق، يروح لصندوق زي ما كنا بنقول مع الدكتور علاء، يوجه
يتولاها البنك، يتولى اداره هذه الصناديق، لان الشخص دوت ما عندوش الخبره الكافيه باحوال البورصه، امتى يبيع امتى يشتري، وممكن يدخل على سمسار يعني ما يدروش الحقيقه. لكن الصندوق يعتبر هو الراعي ونوع من الامان وخفض المخاطر بالنسبه لصغار المتخلفين. تمام، ان هو بيدار طبعا بطريقه حرفيه محترفه يعني. طبعا، وبعدين كده هيجنب الدوله ان انا ابدا الناس الصغيره دي تبدا تشتري ذهب، هتبدا تفكر فيه ان هو يدور له على قطعه ارض، يساهم مع واحد في ارض، او واحد يقول له تعالى انا هديك فايده اعلى من البنك وتعالى اشتغل معايا بفلوس يقولهم عليه. احنا عندنا تجارب في الماضي ايام الريان والشريف والحاجات دي كانت هيبقى في معاوده لافراز شركات غسيل الاموال الجديده. وطبعا الـ يعني برضو جزء باعتباري انا استاذ في جامعه الازهر، الجزء الاسلامي او الجانب الفقهي في الكلام ده، النبي عليه الصلاه والسلام حفز الناس قال استثمر اموالك حتى لا تاكلها الزكاه. الراجل ده لو خد ال 3000 او ال 5000 او ال 10000 جنيه من البنك هيجي يدفع زكاه الى اخره، هيلاقي ما فيش فلوس عنده. يبقى ايوه، هو مطلوب ان هو يشغل الفلوس مش انه يخزنها. يبقى احنا عاوزين قائد او موجه يقول للناس دي ازاي كيف تستثمر اموالك في صندوق استثماري تبع البنوك يجنبك المخاطر وال يعني عدم الدرايه او المعرفه باحوال البورصه. تمام، شكرا لك. بالشكر يا دكتور. شكرا صلاح بيه. شكرا، مع السلامه. طيب اسال حضرتك سؤال من وجهه بقى اقتصاديه. النهارده مصر بقالنا فتره مع وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي واقامه اكثر من 14 مدينه جديده، العاصمه الاداريه، قناه السويس الجديده زي ما كان دكتور علاء بيشير ليها، مدن زي اسيوط الجديده، زي المنصوره الجديده، فيها كثير من الاستثمارات الجديده، العلمين الجديده، كتير جدا. هل النهارده تخفيض سعر الفايده ده ممكن يخلي الناس دي توجه فلوسها للاستثمار العقاري؟ او يحصل حركه نشاط في الاستثمار العقاري بحيث ان هو استثمار امن؟ يعني النهارده تحط فلوس بتاخد وحده سكنيه او محل او مكتب، مفيش فيه مخاطره لان فلوسك موجوده. يعني لا بص، اعتقد مع كمان وجود ان انت النهارده بقيت ما بتشتري عقار، الدوله بقت رقيبه على الشركات مش زي الاول. يعني الاول كان منك ليه وهو يبني ما يبنيش يعمل اللي هو عايزه. النهارده انت مثلا بتشتري في مشروع زي العاصمه الاداريه ما ينفعش، هو محكوم بعدد سنين معينه، خطه زمنيه، والدوله بتتابع تنفيذه. يعني ما ينفعش تسيبه منه ليك وبعد 4 سنين تقول ما فيش حاجه وما فيش مشروع اتعمل. لا الوضع اختلف. اعتقد يعني ان الاستثمار العقاري في مصر في الوقت الحالي يعني خلاص حصل فيه تشبع، يعني مفيش يعني مكاسب هتيجي زي الاول. كلام يعني واخد بالك، العقار قيمته فيه بس خلاص وصل ايه للذروه. انت النهارده في عرض كتير، بس اعتقد دي اماكن واماكن. ايوه لا بس في عرض كتير يعني النهارده. يعني مثال مثلا دي مثال، يعني مثلا انت لو جبت سعر يتراوح في 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 مكان زي العاصمه الاداريه بتتراوح مثلا من 7 8000 جنيه لحد 15000، كويس. في حين ان انت لو جيت ناحيه اكتوبر هنا والتوسعات الجديده الشماليه هتلاقي مثلا المتر بيتراوح ما بين 3 و4، فالجاب ده الجاب كبير بيخلي فيه نفس انك تستثمر. يعني انت النهارده بتاخد شقه في المهندسين او الزمالك مش هتستثمر، بس هو هتستثمر في ايه؟ في العائد اللي هو بيتكلم في 20% 15%، وانها لو اتاجرت هتجيب لك فلوس كماني باك. يعني النهارده انت لو واخد شقه في الزمالك او المهندسين هتاجرها الصبح وهتجيب لك عائد استثماري محترم. يعني مظبوط. وفي نفس الوقت العائد في العقار مش من زاويه ان انا عيد بيعه بس، ما هو ممكن يجيب لي دخل ويفضل يغلى. يعني العقار بيغلى لوحده والدخل بس بيزيد. بس هي الحته مش فرديه، يمكن انا بتفق مع الحته ده، ده مش توجه فردي، ده توجه جماعي، لان في كتير جدا من القطاعات هتوجه نحو هذا الاستثمار. فعلا في تشبع كبير جدا في الاستثمار العقاري. انت عشان تفك حاجه مفك عندك صعبه، مش زي الاول. ما الفكره بقى هي حاجه بنانو موديل. يعني انا اقول لحضرتك على حاجه، ما هو الفكره انت بتشتري فين وعايز تبيع لمين. يعني النهارده لما انت بتشتري في كومباوند مثلا او شقه في عماره او في مدينه جديده من المدن الجديده، مفيش عقار بيرخص، بتغلى. ممكن اعاده البيع يبقى صعب شويه، يبقى مش بسهوله عشان تحقق الرقم اللي انت عايزه. لان العقار في الواقع على ارض الواقع في زاويتين، في سعر اسمي وسعر فعلي. يعني انت هتقول شقه تسوى كام؟ يقول لك 5 مليون جنيه، لكن لما تيجي تبيعها تبيعها ب 4.5 مش تبيعها بالظبط، هي ليها سعر بتاع التنفيذ زي ما بيقولوا بالبلدي يعني. بس انا قصدي ايه؟ ان النهارده العقار ده بتشتريه بالتقسيط. انت مفيش اي استثمار في العالم ممكن تدخل فيه بالتقسيط، لكن انت ممكن النهارده تشتري شقه. لو اشتريت شقه النهارده بمليون جنيه بالتقسيط
تمام. ما هو انت بتكسب بالمليون جنيه، مش بتكسب بال 100,000 دفعتهم تعاقد، يعني تمام انت بتتعاقد ب 100,000 كويس، وبتدفع قسط كل شهر 5,000 جنيه، انت في الاخر بتكسب مكسب المليون مش مكسب ال 100. لا بس هو تخفيض سعر الفايده، المدخر دوه، المدخر ده غالبا مدخر صغير او مدخر متوسط، لان المستثمر ده مش بيحطش فلوسه في بنوك. لا طبعا لا لا ده هو بياخد بياخد من بنوك عشان يشغل روحه، فلوسه مش مش مكفياه، حد حط فلوسه عشان يعيش كويس يعني مش مكفياه، او خايف المخاطره زي ما علاء بيكم بيقول. فالمدخر الصغير ده احنا فعلا المفروض دلوقتي نفكر له، نفكر له في حاجه تعوضه عن الفرق الفايده اللي كان متعود عليه. الحاجة دي بقى هي المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بقى، دي المفروض نبدأ بقى ننميها، واحنا حاليا في المجلس يعني خلاص القانون بتاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة خلاص يعني في طور التفعيل الاعداد النهائي دي. الحاجات دي بقى هي المطلوبة، يبدأ بقى السوق يشتغل لوحده بقى. طيب هي دي فايدة التخفيض. بص احنا بقى دلوقتي ايه عايزين من حضرتك والدكتور علاء في نهاية اللقاء، كل واحد فيكم يدينا روشتة للناس يقول لهم يستثمروا في ايه، اللي هم صغار المودعين في البنوك، لو هو عايز يخرج من البنك طب يروح فين؟ عايزين نقول لهم رؤية كده. لازم يروح لحاجة امنة في حدود ادخاراته ايه، واخد بالك يعني لو بنتكلم عن الناس اللي في متوسط زي ما كان علاء بيقول المليون جنيه، المليون ونص، الاتنين مليون، النص مليون، لو شايف ان فايدة البنك مبقتش مجدية ممكن يشتغل يدخل في ايه يبقى برضو امن ويبقى بالنسبه له مجدي، يعني روشته اقتصاديه. لا ما انت ما تقدرش برضو، مش حاجه بعينها دي هو لازم بص دي روشته صعبه جدا. لا هو لازم نمشي نصيحة لا لازم نمشي بقى القطاع، وده قطاع عريض على فكره مش قطاع قليل يعني انت بتتكلم جدا. واحد اتنين لا مش واحد اتنين، دي الشريحه العظمى اللي هي القاعده بتاعت المدخر الصغير ده الشريحه العظمى في مصر، لابد ان هو يمشي مع توجه الدوله او الدوله كمان تكون هي عاطيه له حته التحفيز، وده مهم جدا ان هي توجهه. طب يروح في استراتيجيه، ما خلاص ماشي الدوله ماشيه في ايه دلوقتي، الدوله ماشيه في انها في زياره الرقعه الزراعيه. تمام زياره الرقعه الزراعيه الصحه الزراعيه طبعا ده مهم جدا الوقت. لا بس ممكن ما يقدرش عليها دي ليه؟ ما انا بقول لك عايز مع مين؟ لا ده مش ما يقدرش عليها. قلت مع مين؟ استثمار بعيد مع الدوله، لابد ان الدوله ان هي تساعد وتمكنه ان هو يدخل فيه. اولا احنا عندنا 14 مدينه جديده زي ما قال تمام، وعندنا مشروع من النصف ده 14 مدينه جديده، لابد ان يكون لها ظهير. الظهير الصحراوي بالظبط، ما موجود ظهير مش هو ظهير الصحراوي بقى، انا عايز هيستصلح يبقى ظهير زراعي او مستصلح. انت عندك المنيا حواليها ظهير والاسود حواليها ظهير، يحط اللي هو هيدور حواليه اللي هم الصغار المودعين دول اللي اسحبوا فلوسهم ويبداوا يستصلحوا هذه الاراضي. هذه الاراضي هيتم الانتاج، هيتم تغذيه المدن اللي حواليها، هيكون هناك فائض للتصدير. على فكره في حاجه شبه اللي بتقولها دي، فكر اعتقد ان كتير جدا من الدول، مش هقول لك الدول الاوروبيه لا الدول الافريقيه، الدول الافريقيه كتير جدا زي توجو اتجهت لهذا التوجه. رواندا اللي كانت في يوم من الايام كانت دولة يمكن متناحرة متناحرة، دلوقتي احلى 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 دولة في افريقيا دلوقتي. تمت نموها اعلى معدل نمو، اعلى سابع معدل نمو على مستوى العالم رواندا. مظبوط. ناتج من ايه؟ ان هي اتجهت نحو تشجيع السكان على الاستثمار في الزراعة، بس مش في الاستثمار بس كمان، ده مهم جدا، عملت حاجة مهمة جدا، وانا بدعو الدولة انها تساعد هؤلاء من خلال ايه؟ جذب التكنولوجيا. التكنولوجيا مع شريك، احنا دلوقتي بنتكلم على في شراكه دلوقتي يمكن امبارح او اوله مع الجانب السويسري. أوكي. سويسرا انها تتجه نحو مساعده مصر في ان هي توسيع قاعده التكنولوجيا عندنا في في شراكه مع الصين. الموضوع مش موضوع ان مصر تبقى هي المعبر لافريقيا من الدول ديت، لا هي ذات نفسها تدخل بقى تجيب شراكه تكنولوجيه وتمكين تكنولوجي في مصر. روسيا تمكين تكنولوجي، مش مجرد ان يبقى فيه علاقات كده لا، واعتقد ان السيد الرئيس بيتجه لما بيتجه لاي دوله بيحمل ملف الاقتصادي على عاتقه، وبيتكلم كذا مره على الذكاء الاصطناعي، بيتكلم كذا مره على التحول الرقمي، بيتكلم كذا مره على التمكين التكنولوجي. هو ده اللي احنا عايزينه بقى، اللي احنا الدوله بقى تساعد مين بقى؟ صغار المودعين، صغار المودعين، صغار المستثمرين، انها تبقى ترشدهم على ان هم حتى فيه. حضرتك لما بتتكلم على مشروعات الصغيره والمتناهيه الصغر، على فكره مصر صاحبه تجربه عالميه فريده في المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر، لكن لم يتم تحديثها. ما تمش تحديثها في الستينات في السبعينات في الثمانينات، كان احسن مشروعات صغيره بتوجه للعالم كانت من مصر.
اسال عن الاساس الدمياطي هتجد ان هو كان بيغزو العالم بالكامل. مزبوط. اسال عن الجبن الدمياطي هتلاقي كان بيغزو العالم. اسال عن المنسوجات في المحله الكبرى كانت بتغزو العالم. تمام. ده كان ناتج من ايه؟ ان كان هناك توجه وتجربه للمشروعات الصغيره. مزبوط. لا بنحافظ عليها ليه بقى؟ لان احنا ما طورناش تكنولوجيا. لما تيجي تشوف الوقت الالات الموجوده في المحله الكبرى من عام 1936 الالات موجوده لغايه الوقت هذا تحدث. فانت منتظر ايه؟ يبقى انت لابد ان انت تتجه لمساعده هؤلاء السكان والمستثمرين ورجال الاعمال للمستقبل. تمام. ان انت تمكنهم تكنولوجيا. هم مش هيقدروا يجيبوا. تساعدهم على مواكبة التطور كده بتفتح لهم مجالات مجالات كتير جدا. تمام. يقدر يتحرك. تمام. طيب قول لنا توقعاتك ل 2020. ما لازم اخد منك حاجه في الاخر. توقعاتي ل 2020 خد بالك معدلات النمو بتاعتنا احنا مستهدفين فيها 6% في ظل الحرب الاقتصادية اللي شغالة دي. يعني نبقى أبطال لو إيه لو وصلنا للرقم حققناه. ليه؟ نبقى احنا كده تمام. طبعا لأن الحرب الاقتصادية اللي موجودة دلوقتي مش متوقعة. محدش كان عامل حسابها. بس احنا في ظل ده ماشيين كويس. احنا المفروض دلوقتي نركز على الصناعة ثم الصناعة ثم الصناعة ونذلل العقبات اللي بتقابل المصنعين المصريين في مصر. تمام. لان احنا لو ما صدرناش الوضع مش سليم. فاهم قصدك. عشان تجيب تدفقات من الخارج. التدفقات النقدية النقدية اللي تيجي من الصادرات دي بتاعتنا. تمام. دي بتاعتنا. السياحة عملية واحدة بتبوظها. فدي جايبه تدفقات السنه اللي فاتت 12 مليار مليار ونص. بس هل نضمن انها تستمر بهذا المعدل؟ احنا نتمنى ذلك. فلازم نحل العقبات اللي بتواجه المصنعين. هناك عقبات كتيره بتواجه المصنعين ودورنا في دور الانعقاد الاخير ده ان احنا نحاول نذللها. تمام. الدوله الحمد لله استجابت وقللت اسعار الغاز للمصانع عشان تساعدهم على الصناعة. ليه؟ لان مكان غير منطقي ان انا اصدر الغاز للمنافس بتاعي في مصر بسعر اقل من اللي بحاسب عليه المصنع هنا. بالظبط. اللي هو الصانع بتاعي. بالظبط. الدولة استجابت ونزلت اسعار الغاز. أصعار. وطبعا دي كانت خطوة مهمة جدا. خطوة داعمة للصناعة. نتمنى بقى ان شاء الله في مشاكل كتير نحن نحاول نحلها الفترة الجاية. لان الصناعة دي والتصدير هو الاساس اللي كده يبقى احنا ما حدش يقدر يبيع لنا حاجه ويبقى تدفقاتنا ضامنينها انها جايه لنا. تمام. 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 في نهايه حلقتنا بنتقدم بالشكر لاستاذ ياسر عمر عضو اللجنه الاقتصاديه وكيل اللجنه الاقتصاديه مجلس النواب. لا لجنه الخطه والموازنه مالناش دعوه بالاقتصاد. الخطه بالموازنه ماشي. ودكتور علاء رزق رئيس المنتدى الاستراتيجي. شكرا. الف شكر ليكم. اعزائي المشاهدين هنا وصلنا لنهايه حلقتنا من برنامجكم حوار واستثمار. الى ان نلقاكم السبت القادم 9 مساء نترككم في رعاية الله.